وفقد مصيره وتحول اختفاؤه إلى لغز محير. لكن الموحدين الدروز لا يعتقدون وحتى يومنا هذا بموت الحاكم، فهو بالنسبة لهم دخل في الغيبة وينتظرون رجوعه وظهوره من جديد. لكن أين حصل ذلك وفي أي عهد وزمان؟ هناك كثير من الغموض ومن الأقاويل ومن الكلام ومن التعريف ومن لآخره. نعتقد أن الإمام الحاكم بأمر الله الذي جاء من سلالة مقامات وأئمة فاطميين، بدأت هذه المقامات في سنة 309 هجرية أعتقد وانتهت سنة 411.